ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في كورس الكومبليتو اللي هيساعدك تتعلم انجليزي من الصفر للاحتراف خطوه بخطوه، ودي الحلقه الثالثه من مستوى تي بي اللي هو ما قبل ليفل 1. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت تتاكد انك انت ترجع تشوفها علشان تبقى متابع معانا كل الموضوعات اللي احنا اتكلمنا عنها وتعرف تتكلم انجليزي كويس في الموضوعات دي. انا اسمي احمد حسن من LD Academy ويلا بينا نبدا. التايتل او العنوان بتاع الاسم بتاعنا النهارده اسمه Tell me about your family. واضح كده من اسمه ان احنا هنتكلم عن العيلة. In this lesson يعني في الدرس ده we're going to learn to ask about friends اللي هم الاصدقاء. اللي هنتعلم في اللسن ده ان احنا نتكلم عن الاصدقاء. And family also we're gonna learn to ask about basic colors. يعني هنتكلم كمان او هنتعلم كمان ان احنا نتكلم عن basic colors اللي هي الالوان الاساسية. يلا نبدأ بالvocabulary او الكلمات زي ما تعودنا. فاول كلمة معنا هي كلمة father. Father. Father معناها أب. ممكن أقول عنه برضو dad. يعني لما تيجي تتكلم مع باباك ممكن تقول له how are you doing dad. ممكن تقول dad أو father. نفس الحكاية بالنسبة ل mother. Mother. Mother يعني أم. ممكن أقول mom. 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 فسواء كده أو كده بتعبر عن father أو dad عن الأب، ومذر أو مام عن الأم. sister 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 يعني أخت. brother 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 يعني أخ. فلما أقول my brother يعني معناها أخويا، my sister معناها أختي. son 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 وده معناه ابني. my son يعني ابني. daughter daughter daughter. خلي بالك ممكن تقول daughter عادي بس الامريكانز بيقولوا daughter بيعملوها كأنها كده daughter. مش قادر تعمل الصوت ده مش اي مشكلة خالص، قولها daughter عادي. وdaughter معناها بنت. يعني my daughter يعني بنتي. kid 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 وده معناه ولد او طفل صغير. وممكن برضو اقول child 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 ودي معناها طفل برضو، والبلورال او الجمع بتاعها هو children children children. uncle 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 يعني عم. فأقول my uncle يعني عمي. وممكن برضو تبقى بمعنى خالي. my uncle ممكن يبقى عمي أو خالي. aunt 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 معناها خالتي. ممكن تبقى خالتي أو ممكن برضو تبقى عمتي. aunt aunt. family 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 اللي هي العيلة. my family يعني عيلتي. friend 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 معناها صديق. فلو عايز اقول صديقي هقول my friend. grandparents grandparents grandparents. لاحظ ان في دي هنا انا ما نطقتهاش، قلت grand ما قلتش grand. لا grand يعني دي مش بتتنطق، بيتقال عليها silent. بتقول grandparents grandparents. grandson grandson نفس الحكاية برضو دي ما نطقتهاش، بقول grandson grandson يعني حفيدي. وgrandparents معناها أجدادي اللي هم جدي وجدتي، اسمهم grandparents. أما grandson معناها حفيد. يعني انت تخيل انك انت جد فحفيدك هيبقى اسمه your grandson. ده لو كان حفيدك هو ولد، انما حفيدك لو بنت هتقول granddaughter 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 يعني حفيدة. cousin 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 معناها ابن عمك او ابن خالك. husband husband
husband معناها زوج، اللي هو زوجك لو انت متزوجة هيبقى زوجك اسمه husband. اما لو انت بقى اللي متزوج هيبقى مراتك او زوجتك اسمها wife. wife wife. حابب برضو لفت نظرك لحاجة، ان cousin ممكن تبقى ابن عمك او ابن خالك، وممكن تبقى برضو بنت عمك او بنت خالك، فبيتقال عليها cousin. grandfather 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 اللي هو الجد، وطبعا ممكن يتقال عليه granddad زي ما اتفقنا فوق، قلنا على father dad ممكن نقول grandfather او granddad على الجد. نفس الحكايه بالنسبه للجده اسمها grandmother grandmother grandmother. ممكن تقول عليها برضو grandma، خلي بالك ما مش مام، يعني ما تقولش grand mom، لا هتقول grandma grandma. nephew nephew nephew. في خطأ شائع هنا ان لما يجي حد يقرأ الكلمة دي ال ph دول بينطقهم ph، لا هو ال p مع ال h لما بيجوا ورا بعض كده بيتنطقوا اكنهم f، فتقول ف ف nephew nephew. ونفيو معناها ابن اخويا، يعني تخيل ان انت كده ليك اخ واخوك عنده ولد، فالولد ده هيبقى ابن اخوك اللي هو your nephew. طيب لو كان الابن اخوك او ابن اختك ده عبارة عن بنت هيبقى اسمها نيس نيس نيس. حد برضو لفت نظرك ان نفيو ممكن يبقى ابن اخوك او ابن اختك، ونيس ممكن تبقى بنت اخوك او بنت اختك. brother in law brother in law. خلي بالك ممكن تبقى brother in law او brother in law. الامريكانز بيقولوا brother in law brother in law brother in law معناها اخوك، بس مش اخوك انت شخصيا، لكن هو اخو زوجتك او اخو زوجك لو انت متزوجه هيبقى اسمه brother in law brother in law. نفس الحكايه sister in law sister in law. دي اخت جوزك او اخت مراتك لو انت متزوج او انت متزوجه. mother in law mother in law mother in law mother in law. دي اللي هي حماتك او حماتك. طبعا بالنسبه للاب، طبعا بالنسبه لحماك هو father in law. طبعا هو مش موجود هنا بس خليك برضه تبقى عارف ان هو father in law father in law. stepfather 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 معناها زوج امك، اللي هو لو تخيل ان مثلا مامتك او والدتك متزوجه من شخص تاني غير ابوك، فالشخص ده هيبقى your stepfather يعني زوج والدتك. نفس الحكايه بالنسبه ل stepbrother 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 stepbrother. ده اللي هو ابن جوز والدتك او ابن زوجة والدك او والدك، فهو مش اخوك لازم، لكن هو اخوك من ام تانية او من اب تاني، فهيبقى اسمه step brother. color 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 معناها لون، لون شيء معين. الكالرز بقى عبارة عن black black black، وده اللي هو اللون الاسود black. yellow 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 اللي هو اللون الاصفر. green green green. لاحظ هنا وانا بنطق حرف الار انا بعمله اكن شخص الدغ هو اللي بينطقه، وفي الحقيقه انا مش الدغ، لكن نطق حرف الار في الانجليش بيبقى خفيف جدا مرقق زي ما انت سمعته مني كده، فتقول green green. blue 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 يعني ازرق، وgreen يعني اخضر. white 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 اللي هو اللون الابيض. لاحظ معايا ان ال W لما يجي بعدها H انا ما نطقتش ال H، فاي كلمه تلاقي فيها W بعدها H على طول مش بتنطق ال H، بتبقى silent او مش بتتنطق، فتقول white
وايت وده اللون الابيض طبعا. ريد 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 اللي هو اللون الاحمر. اورنج 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 اللي هو اللون البرتقالي وممكن يبقى بمعنى برتقاله، يعني البرتقاله او البرتقاله نفسها اسمها اورنج واللون البرتقالي اسمه اورنج برضو. بيربل 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 اللي هو اللون الموف او البنفسجي، يعني هو مش بنفسجي هو موف. بينك 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 اللي هو اللون الوردي اللي البنات بيحبوه ده. براون 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 في خطأ شائع في نطق كلمة براون اللي هو اللون البني، الـ OW في ناس كتير بتنطقهم و فتقول براون. لا مفيش حاجة هنا أو مفيش حرف E هنا أو I عشان تقول N، لكن الصوت بيبقى براون 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 وده اللي هو اللون البني. gray 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 ده اللون الرمادي.